الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته، قال: وهذا رابعها عروج الروح وأملاك صاعدة إلى الرحمن. قال: هذا ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن. ولقد أتى في صورتين كلاهما اشتملا على التقدير بالأزمان. في صورة فيها المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان، وبسجدة التنزيل 1,000 قدرت، فلأجل ذا قالوا هما يومان. يوم المعاد بذي المعارج ذكره، واليوم في تنزيل في ذا الآن. وكلاهما عندي فيوم واحد، وعروجهم فيه إلى الديان. فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الدان. هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10 وجه سلفان. لكنما 50,000 مسافة السبع الطباق وبعض ذي الأكوان، من عرش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض الأسفل التحتاني. مش أكملها كلها شيء، الباب كله. قال: واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذاك العالم الرباني، ومجاهد قد قال هذا القول، لكن ابن إسحاق الجليل الشام. قال: المسافة بيننا والعرش ذا المقدار في سير من الإنسان. والقول الأول قول إكرمة وقول قتادة، وهما لنا علمان. واختاره الحسن الرضا ورواه عن بحر العلوم مفسر القرآن. ويرجح القول الذي قد قاله ساداتنا في فرقهم أمران. إحداهما ما في الصحيح لمانع لزكاته من هذه الأعيان. يكوى بها يوم القيامة ظهره وجبينه، وكذلك الجنبان. 50,000 قدر ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك ذو تبيان. فالظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد ما إنهما يومان. قالوا: وإراد السياق يبين المضمون منه بأوضح التبيان. فانظر إلى الإضمار ضمن يرونه ونراه ما تفسيره ببيان. فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران. ويكون ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان. فنزولهم أيضا هنالك ثابت كنزولهم أيضا هنا للشان. وعروجهم بعد القضاء كعروجهم أيضا هنا فلهم إذن شأنان. ويزول هذا السقف يوم معادنا، فعروجهم للعرش والرحمن. هذا وما اتضحت لدي يعني هو بيقول يعني استفرغت الوسع وجهدي فبلغت أن المسألة اليومان يوما واحدة. يرى أنه وصل إلى اليومين هما يوم واحد، وأن مسألة العروج اختلف الأمر فيها من 1,000 إلى 50,000 على المسافات. فالألف في العروج إلى السماء الدنيا، وال50,000 إلى السماء الطباق السبع. يرى ذلك على أن جمهور المفسرين ما نقل البغوي وغيره أن المسألة على الخلاف. وهذا ترجيح أيضا من المعاصرين السعدي في تفسيره على أنهما يومان مختلفان. اليوم الأول يوم من الدنيا، وهو الذي يكون فيه العروج بألف سنة. واليوم الثاني هو يوم القيامة الذي فيه تكوى الجباه والجبين. وهذا اليوم الذي يبقى يعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هو بلغ إلى 50,000 سنة. وهو هنا جهد العالم بيقول للملائكة نزول أكثر من نزول وظائف، وعروج أكثر من عروج، لكنه استدل بذلك على علو الله فعلا ردا على أهل البدع والضلالات. لكن انشغل بعد ذلك بترجيح المسألة في اليومين هما يوم واحد،
أم هما يومان؟ الذي بلغ عن ابن عباس إلا ما كن واهما وعن غيري هما يومان، وأكثر المفسرين هما يومان. هو الذي رجحه هو ومال إليه هما يوم واحد. فإن قيل له يومان يعني على الأقل جعل الأمر عندنا متزنا، نعلم الفرق بين الخمسين وبين الألف. ففي اليومان يكون الإشكال أكبر. قال لا إشكال، الألف والخمسين على فرق المسافات في العروج إلى السماء الدنيا، أو الكلام على السبع طباق في هذا الباب. والظاهر في هذا الباب ما نقله البغوي وغيره على أنهما يومان، على أنهما يومان. الألف هو يوم من أيام الدنيا، والخمسون ألف هو يوم من أيام الآخرة. الآخرة. ماشي، فضل شيخ. قال هذا وما اتضحت. ماشي. قال هذا وما اتضحت لدي وعلمها الموكول بعد لمنزل القرآن. الله. وأعوذ بالرب. يعني هو بيقول هذا الذي وصلت إليه، والأمر كله عند من؟ مصر. عند الله جل وعلا، أفوض أمري إلى ربي جل وعلا. لذلك لابد أن تقول والله أعلم. نعم. وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم، وهذا غاية الإمكان. والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان. بالله انظروا إلى آخر هذه، يعني لو وقفنا مع كل بيت نموته. يعني هو يقول هنا الآن ما أستطيع أن إيش؟ أجزم. هذا جهد المقل، هذا الذي وصلت إليه وأنا لا أجزم. الجزم لابد له من دليل أسطع من شمس النهار. لذلك قال أنا لا أجزم، هذا غاية ما إمكاني. يعني الأمر أيضا عنده مش متضح، مش ظاهر، مضطرب بعض الشيء. فهو وكل الأمر إلى من؟ إلى الله. قال والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان. وهنا صح أن يقول الله ورسوله أعلم. لما؟ للأمر الشرعي في هذا الباب، لأن السلام جاء به وعلمه الله إياه. في الأول قال هذا، وثالثها صريح الفوقية. لا ليس هذا، لا احنا في رابعة صح كده. هذا ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن، ولقد أتى في سورتين. ويقصد بذلك عروج الملائكة، وعروج الملائكة لا يكون إلا إلى إيه؟ إلى أعلى. ويعرجون لمن؟ هل يعرجون إلى من؟ إلى ربهم جل في علا، يعرجون إلى ربهم بعيدا في المعالي. وأخباره بالعروج ورد في قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. هذا اليوم هو المقصود به يوم الميعاد، يوم القيامة. هذا هو اليوم، وجاء الحديث بذلك تصريحا. ولذلك هذا اليوم اتفق مع اليوم الذي جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح في اليوم بأنه 50,000 سنة عندما ذكر على مانع الزكاة. صحيح؟ ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فتكوى بها جنبه وجبهته حتى يحكم الله بين عبادي. ثم قال ختمه بيش في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا ظاهر جدا. متى يكون هذا؟ يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة. ولذلك قال ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. وورد العروج أيضا في السجدة، يوم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. وكما قلت الإمام رأى اليومان يوما واحدا. والاختلاف في ذلك، والاختلاف في المسافات، هذا الذي وصل إليه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال الاختلاف في الألف أو 50,000، الاختلاف المسافة المقطوعة في كل منهما. فالألف جعلت مدة لنزول الملائكة وصعودها إلى السماء، فإن المسافة بين السماء الدنيا يعني قدرت ب500 عام كما قال حديث ابن مسعود وغير حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وأما السبع الطباق فلا يكون فيها أكثر، يقدر ب50. والصحيح في ذلك ما ندين الله به هما يومان مختلفان، يوم الدنيا ويوم القيامة يوم الآخرة. ثم شوف بقى هنا أهل السنة والجماعة، وأنا أريد أقول هناك إشكال أو هناك مسألة لابد من إيضاحها عندما قال واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذلك العالم الرباني. البغوي تعلمون أصلا صاحب سنة، وهو صاحب كتاب شرح السنة، وهذا شافعي ويقدم السنة على المذهب أيضا. قال واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذاك العالم الرباني ومجاهد قد قال هذا القول، لكن ابن إسحاق
الجليل الشان قال المسافة بيننا والعرش ده المقدار في سير من الإنسان. والقول الأول قول عكرمة وقول قتادة وهما لنا علماني، وهو القول الأول الذي اختاره هو، واختاره الحسن الرضا ورواه الحسن، يقصد الحسن من البصري، وقال الرضا عن المرض يعني، ورواه عن بحر العلوم مفسر القرآن، يقصد بذلك الحسن يروي عن مجاهد، مجاهد يروي عن عباس. ما اختاره البغوي مروي عن مجاهد، وهو أيضا يعني مروي عن ابن عباس، أو قولوا لما قال مجاهد ذلك فإن مجاهد راجع ابن عباس آية آية مرتين فيكون من ابن عباس. وأما الحديث مع الآية فقد اتفق كما قلنا على يوم واحد، وهو يوم القيامة، فما خلاف ما في خلاف بين الحديث وبين الآية. والتفريق بين يوم الدنيا وبين يوم الآخرة قاله كثير من المفسرين، وهو قول مجاهد وعطاء، وأيضا قول كثير من الذين البغوي أيضا رجح هذا القول. وللملائكة كما قلنا نزول وعروج، قال سلم يتعاقبون فيكم ملائكة فيلتقون في الفجر وفي العصر، فيصعد الذين إيش باتوا فيكم في هذا الباب. وهناك نزول للملائكة على حسب الوظائف، ملائكة سياحين يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق ذكر وحلق العلم. والنزول الأخير نزول آخر يوم القيامة بيانه الله جل في علاه عندما قالوا يوم تشقق السماء ونزل الملائكة تنزيله، فلهم نزولان، نزول يوم القيامة المشار إليه بهذا القول، ونزول ولهم نزولات أيضا في الدنيا للقيام بما كلفهم الله به، وما نتنزل إلا بأمر ربك لو ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، تنزل الملائكة وروحوا فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذا يوم إيش القدر، ليلة القدر. وعروجهم بعد فصل القضاء وفراغ لهم من حسابة الخلق هو كعروجهم في هذه الدنيا، وهو إلى العرش والرحمن، ولكن العروج الأول يكون بعد زوال السماوات، يطويها الله كطي السجل الكتب، فلا يبقى هناك مراحل للصعود والعروج. والحقيقة أننا نشكر ابن القيم أيضا على ورعه، وأنه بيّن لنا أنه جهده وصل إلى أنه جعل اليومين يوما واحدة، هذا الذي بلغه من اجتهادي، ولما بلغ ذلك وجد نفسه مضطربا ما جزم. ولذلك ترى في كثير من مسائل الشافعي يقول وأستخير الله على هذا ليجزم، ويعلق ساعات المسائل على الحديث ويقول لو صح لقلت به. ولم القيم الأدلة ما وافت معه على أنه يجزم بأن اليومين هما يوم واحد، لكنه يرى الترجيح في ذلك، فلما تذبذب فيها قال وما أستطيع أن أجزم، فإن الأمر يوكل لمن لله جل في علاه، لأنه هو الأعلم بمراد قوله، لأنه قول الله جل في علاه قال أعلم، الأعلم بمراد ما في القرآن هو من قائل القرآن، من الله، والأعلم بعده من علمه، الذي قال هذا القرآن، من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله علمه البيان في هذا الباب، لذلك جعل وكالة الأمر إليه في هذه المسألة. لكن أصل المسألة التي أراد أن يعرضها عرض العروج، وقال هذا أيضا من الأدلة على العلو الله جل في علاه، ردا على من لم يقل بعلو الذات والمكانة. وهذه مسألة فاصلة، مسألة العلو مسألة فاصلة بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة. فعروج الملائكة يعرجون فيه إلى الله، فعروج الملائكة إلى المعالي، يعرجون به إلى الله جل في علاه، دلالة على إثبات علو الله جل في علاه. لذلك على الجميع أن يعتقد بعلو الله جل في علاه، وأن يعلم الناس هذا الباب، لأنه من أعظم الأبواب التي تفصل بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. يحاربون جدا في مسألة العلو، ما أنا ما أدري ما الذي يفيدهم في ذلك إلا أن يكونوا من أهل إيش الاتحاد والحلول. الأمر عجب. وإذا قلنا لهم طب أين الله، ليس لهم إجابة إلا قول المعتزلة. أصلا دول راجعوا النبي في حديث أين الله الجارية، واستغفر الله، يعني ما أريد ما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ومساله الاشاره قالوا يقطع اصبعه، اللي يشير للسماء يقطع اصبعه. ولا ليس لهم مهرب، ليس لهم من مهرب في هذا الباب الا ان يقولوا لا داخل ولا خارج، فين كمن كالجهميه الذين عبدوا عدما، او انهم يقولون هو داخل كل شيء، وبذلك يكونون قد حلول. ولذلك هم يقولون في كل مكان، يقولون في كل مكان، فما لهم الا الحلول. الحل الثالث اللي عندهم، المخرج الثالث هو مخرجنا نحن، ونحن مجسمه عندهم حشويه، وهو ان الله بذاته فوق عرشه بائن ويحيط بكل شيء، لا يقولون ذلك. وطبعا لهم شبهه مغفله كغفلتهم عن الحقائق في صفات الله جل في علاه. العجيب ان واحد داخل يقول انتوا بتتكلموا في صفات الله والناس ما بتاكلش وما بتشربش وما تعرف، يعني بالله في 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 واحد استحمره الشيطان اكثر من هذا الحمار. والله نحن في زمن الحمد لله لابد حقا القابض على دينك ليش القابض على الجمع. يعني ولذلك تعرف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل العامل فيهم باجل 50، فقال الصحب الجليل منهم يا رسول الله؟ قال منكم. ما في يا شيخ، ما في على الخير اعوان، حتى بني جدتك عمالين يقطعوا فيك ويحاربوك. واخر حاجه قال بص هو لوحده، لو كان معانا بقى واحنا جماعه كنا عملنا وسوينا. لا لو كنا مع الجماعه كنت نزلت بينا الى قاع الطين. المساله كل ربك ثم بعد ذلك لا تنظر لاحد. المشقة الكبرى فيك. السؤال المطروح ولابد أن تجد إجابته، كيف تكون لربك وحده؟ كل ربك الكل سيخضع لك. يبقى إذن المهمة كلها فين؟ فيك. المهمة كلها عليك. كيف تكون لربك انتهى، كل شيء سيكون معك بس كل ربك. ده اللي احنا قلناه، وفر الشرط وبعد ذلك كلمني على المشروط لأنني أضمنه، لأنه محكم بالنسبة لي. زك عمر قالها، كيف قالها وجيزة لو تذكر؟ قالها نعم ممتاز، قال لا أحمل هم الإجابة. انتهى موضوعي أنا، انتهى، محكم عندي، النتيجة محكمة. المهم قولها من الدعاء. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. آمين. نعم قطر هذا تقول هو الهوى يهوي بصاحبه. وضوح الأدلة ظاهر. القناوي صراحة قال كلمة تكتب بماء العين، قال الكلام واضح، الأدلة واضحة مسددة، الكلام واضح لكن الهوى فاضح. الله المستعان. إلى المغني، ما زلنا مع التقسيم، وهذه أيضا جملتها جملة كما قلنا نظر الإمام في هذا الباب، ومسألة المصلحة فيها، وأيضا مسألة العطية مع الغنيمة. هل العطية هنا اشتباك نية أو اشتراك نية في مع الجهاد، صح ولا ما تصح؟ على اساس انه قال نسام، قال من قاتل تكون كلمه الله العليا فهو، فهل طلب الغنيمه في ذلك يشكك؟ هل الامام اذا جعل جعاله في ذلك تؤثر على النيه؟ اما مالك فعنده ضبط في مساله مهمه عظيمه، وشافعي احمد توافق على انه يجوز في ذلك، وهذا تهيج لقوه المسلمين في هذه المسألة. لكن مالك عنده ضبط في مسألة، وش هي؟ يا رب المفروض يا إخوة خلاص المسألة بقت ظاهرة أمامهم، لا يحتاجون حتى للتفكير. لسه بتفكر يا وجيزة؟ أعمل فيك يا وجيزة. نصير حبيبي الله أكبر، ما أقدرش أتكلم كده، خلصت الأمر انتهى، أذوب أنا وأسكت وانتهى الموضوع، خلاص ما أقدرش أتكلم، خلاص انتهى الموضوع. شوفوا لنا بقى حد تاني اسأله لو سمحت. الضبط اللي عند الإمام مالك دائما في هذه المسائل سد الذريعة. يقولون هذا إدخال على النية. لو ده لسه غلط. ها؟ لو ده لسه غلط. لا مسألة. أنا آسف شيخ. لا ما قلتش. اتفضل. الإمام الغريب مش بيتكلم عن فايدة. على العطاء، احنا بنتكلم عن عطاء، صح؟ انا بتكلم عن عطاء والغنيمه كل شيء في هذا الباب، ان انا ضعتناه زياده على الغنيمه، ده ادخال في النيه ولا مش ادخال في النيه؟ اصل الغنيمه مقسمه كده كده شيخ، ما لهاش حتى حاجة. الغنيمه المقسمه اصلا بينظروا اليها. احنا لما نيجي نحج مالك نقول له ايش؟ اقررت معنا على الغنيمه فاهمني؟ فهو بيقول الغنيمه النص فيها قد ورد،
فأزال عندي ما كان فيه الزريعة، لأن النص قد آت به. رددته بما له من أجر و وإيش وغنيمة، فبيقول خلاص انتهى. لكن في الذي لم يأتي فيه الدليل يقولون هذا تميل القلب لغير الآخرة، فعندهم سد الزريعة. ومع ذلك نقول له وإن كان الكلام فيه وجاهة، لكننا نغلب أنه فرع عن إيه؟ على الغنيمة، لأنه داخل أصلا لقتال الله، لقتال الله جل في علاه. يقاتل اثنين، لما أسمع ذلك يقاتل عشرة، وده مطلوب شرعا أصالة، وده مش أمر الدنيا، هذا أصالة. هو ما جاهد أصالة إلا إيه؟ إلا لله جل في علاه. وهذا أقصد القسم الثاني ما خدناهوش. أجل نقرأ المقدام، يقول النفل عنده ينقسم إلى ثلاث أقسام. كلمنا عن الحالة الأولى اللي اتكلم عنها الإمام الخرقي. أما أنت فزينة الرجال وامرأة تتقدم لها لا تعرف لك قدرا، خابت وخسرت. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.